أنا صلاح عبد العزيز من محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، بطالب الرئيس السيسي بالترشيح لفترة جديدة لتكملة إنجازاته، طبعاً من الطرق وكباري ومستشفيات، والغاز عندنا دخل الغاز وفي مستشفيات جديدة، وفي طبعاً الفيروس سي، ناس اتعالجت كتير من الفيروس سي، والتأمين الصحي بالنسبة للتأمين الصحي اللي اتعمل جديد، وبطالبه بتكملة إنجازاته. لأن البلد محتاجة يعني قائد في الفترة القادمة لتسيير البلاد، وربنا يسهل والبلد تنهض على إيد السيسي، وإحنا بنأيده، و100 مليون وراك يا ريس في الترشيح الجديد.